الو، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، مرحبا بالمقاولين ديالنا والضيوف ديالنا. معكم شيماء الزمهري، جو سوي ماناجور سينيور مع لا سوسيتي فوريفر. الحمد لله عندي اكسبيريونس ديال اكثر من 9 سنين في هذا الميدان، دونك اكسبيريونس اللي زوينه بزاف واستفدنا فيها بزاف ديال الحويجات. ومن بين الامور اللي استفدنا منها اكيد هو عرفنا أكثر يعني المنتوجات ديالنا، وعرفنا سواء اللي كتهم الصحة داخليا ولا اللي كتهم الصحة خارجيا أو اللي كتهم الجلد ديالنا. واليوم الموضوع ديالنا هو أننا غنتكلموا على بعض المنتوجات اللي كتصلح لنا البشرة. دونك اللي بغى يعرف كيفاش يتهلا في البشرة ديالو، كيفاش يحافظ على الصحة والمرونة ديال البشرة ديالو، يحضر معنا اليوم. دونك ميزابيش الوغ، وحاجه اللي بغيت نشير ليها هو انه هذا الشيء هذا ما كيخص فقط غير العيالات، دونك راه رجال وعيالات. علاش؟ لان بيان سور البشره وحنا غادي نتكلموا عليها وغادي تفهموها، هي ولا الجلد هو يعني بيان سور كيكون عندنا رجال وعيالات. ما كاينينش ان لي فام خصهم يهتموا بالبشره ديالهم والرجال لا، لان بيان سور عندهم جلد، عندنا جلد واحد كيختلف فقط في السماكه ديال الجلد، لان كتلقى الجلد ديال الرجل كيكون شويه سميك اكثر على الجلد ديال المراه، فبالتالي حتى هو كيحتاج عنايه. فقبل ما غنتكلموا عليها بيان سور، غنبغي نشير لواحد القضيه. دونك خصنا نعرفوا الجلد، شنو هو الجلد، شنو هو الوغ. الجلد هو عضو من الاعضاء ديال جسم الانسان، خصنا نعرفوها. دونك هو اكبر عضو، كيشمل تقريبا واحد 16% من الوزن الشامل ديال الجلد ديالنا او ديال الجسم ديالنا. فالجلد كما قلت هو عضو، سافيدير انه كيتنفس، كيتغذى، كيخصو الماء، كيخصو الراحه، كيخصو بزاف ديال الحويجات. داكوغ. الوغ معروف ان الجلد اكيد هو ملي كنقولوا عضو، فالاعضاء ديال الجسم ديالنا كامله كتعيش تقريبا في 37 درجه ديال الحراره، ولكن الجلد لا، الجلد هو الوحيد اللي يعني كيتعرض للعوامل اللي هي خارجيه، وكيقدر يعيش في جميع الطقوس والمناخ، وبيان سور كيتاقلم مع هاد العوامل الخارجيه كامله. فلهذا بيان سور هو اللي كياكل الدق اكثر، وهو اللي خصو حمايه وخصو عنايه اكثر واكثر. بيان سور غنتكلموا على ملي كنشوفوا حنا الجلد، ولا ملي كنشوفوا البشره ديالنا كنشوفوها كانها صافي راه جلد خارجي، ولكن خصنا نعرفوا بان الجلد هو عباره على طبقات. كاين ثلاثه ديال الطبقات اللي هي رئيسيه، والجلد الفوقانيه فقط بوحدها كتحتوي على اكثر من 7 ديال الطبقات. تخيلوا معايا، حنا غادي نتعرفوا عليهم. بيان سور كاين الطبقه الفوقانيه اللي هي كتسمى البشره او لا الجلد، وكاينه الطبقه وشنو بيان سور ليش كتصلح هذه الطبقه الفوقانيه. اولا تكلمت عليها هو انها كتحمينا من التغيرات المناخيه، يعني اي كل حاجه اللي هي خارجيه. حاجه ثانيه هو كتكون مسؤوله على واحد الصبغ اللي كيتسمى صبغ الميلانين، وهو اللي كيخص يعني التصبغات ولا التلونات ديال البشره. وهنا فين كيكونوا بزاف ديال الناس كيكون عندهم مثلا مشاكل ديال ليطاج او الكلف او لا، فكيكون يعني سريع انه كيتعالج لانه تيكون غير في الطبقه اللي هي خارجيه. حاجه اخرى كيكون ولا الطبقه الخارجيه كتعاون انها كتكون واحد الماده اللي كتسمى الكيراتين. تخيلوا معايا هذه الماده هذه شنو كدير، هي اللي كتحمينا ولا هي اللي كتعطي قوه للجلد باش كيقدر انه يعني يحارب المناخ ولا يحارب الامور اللي كتكون خارجيه، التغيرات المناخيه اون جينيرال. كاين الحاجه الثانيه واللي كتشوفوا ديك الطبقه اللي كتكون غليظه التحتانيه كتسمى الادمه. الوغ هاد الطبقه ديال الادمه بيان سور هي مسؤوله على بزاف ديال الحويجات، منها التعرق، منها كتفرز واحد الدهون يعني فيها واحد الغدد الدهنيه، منها البواسيلات ديال الشعر يعني تما فين كينمو الشعر، منها بزاف ديال الامور. وهذه الطبقه هذه حتى هي كيخصها عنايه، يعني راه حتى هي خصها عنايه، ولكن هنا كتكون عنايه اللي هي داخليه وخارجيه، ماشي غير العنايه الداخليه. ومني كنهضروا على الخارجيه كيخصنا نختاروا بعنايه شنو الامور اللي كتقدر تدخل
بينيترا وتابسوربا باش تعالج لنا حتى لداخل ديال البشره، يعني ما تبقاش غير شي حاجه اللي هي خارجيه او لا ظاهره لبرا. وكاين الطبقه الاخيره اللي كنشوفوها كتسمى طبقه ما تحت الادامه، وبيان سور هاد الطبقه هذه هي اللي كتحمي لنا الاعضاء ديالنا الداخليه، يعني كتكون كحاجز ما بين الاعضاء وما بين البرة، يعني كتحميها وكتأقلم مع اي مناخ، يعني كتقدر تعيش في درجه حراره عاليه وكتقدر تعيش في درجه حراره اللي هي يعني بارده قارصه. هادشي مزيان نعرفوه باش نعرفوا حتى كيفاش نهتموا بالبشره ديالنا وشنو هي وشنو عندنا حنا كبشر. بيان سور هنا غادي نتكلموا على شنو هما الانواع ديال البشره. كاين اربعه ديال الانواع، شحال من واحد كان سمع انه كيبقى يذكر شي انواع اللي هي ماشي نوع، انا غادي نتكلم عليها من بعد. فكاين اربعه اساسيين، كاين البشره اللي كتكون دهنيه، البشره اللي كتكون جافه مختلطه، وكاين البشره العاديه. الوغ البشره العاديه بيان سور هنا كنتمناو ان كل واحد يكون تكون عندنا، هي بشره اللي كتكون متوازنه صحيا، كتكون يعني مرنه، كتكون الوسامات ديالها نورمال، كتكون بيان سور يعني كتحارب لنا اي حاجه، ما كتكونش حساسه، يعني فيها بزاف ديال لي زافونتاج. كاين البشرة الدهنية، هي البشرة اللي كتكون دائما كتبان فيها واحد اللمعان دائما، لأن أنا هاد السؤال شحال من مرة كيتطرح ليا، كنشوف كنبقى نسول مثلا شي واحد ولا شي وحدة كنقول شنو النوع ديال البشرة ديالك باش نعرف شنو نقدر أننا نعطيوها، كتقول لك ما عرفتش النوع ديال البشرة ديالي. دونك هنا النوع ديال البشرة خصني أنا نكون كان يعني نعرف شنو عندي ك ك ك ك بيرسون، شنو النوع ديال البشرة ديالي. وانا غنفرق، كاين الدهنيه كتكون دائما الوجه ديالك مزيت، لا دائما لامع، حتى لا مشيتي درتي شي حاجه ولا درتي مايك اب ولا دا ما كاينش، دونك ديما عندك وجهك كيبان فريمون مزيت. وكاين اللي كتكون جافه، والبشره الجافه دائما ما كت ما عمرها ما كتزيت، يعني البشره الجافه كتكون ديما كتقشر اولا كدير ليا واحد الطبقه واحد التشققات، اولا مثلا فاش كان الى ما ايدغاتي زعما ما رطبتهاش ولا لا ما غسلتهاش ولا لا، هذا كنلقى دائما عندي واحد مشوفيه وجهي بحال كيكون بحال كتحس بيه مقبص، سورتو في بعض الغسيل، يعني الى ما درتش يعني الترطيب او لا التغذيه. دونك هادو امور كتكون، وهاد البشره الجافه كتكون معرضه اكثر للتجاعيد، دونك بالزربه كيجيوها تجاعيد سورتو حول العينين وهنايا حول. وكاين المختلطه، المختلطه وهي اكثريه ديال المغاربه عندهم بشره مختلطه، انا حتى انا عندي بشره مختلطه. شنو هي؟ كتكون هنا واحد زون تي، كتكون هنا مزيته وهنا، دونك هاد والبلايص الاخرين تيكونوا شويه ناشفين. الوغ هاد البشره المختلطه كتكون في البرد كتنشف، دونك علاش كتحس شحال من واحد كتلقى في الصيف كيكون وجههم زيت ولا هذا، ولكن في البرد كتنشف كتقشر، هاد البلاصه كتكحل ما كيبقاش موحد اللون ديالها، كتبقى جبهتك تقشر، بزاف ديال الامور. دونك هذا النوع اللي كيكون مختلط. وهنا ندوزو للمشاكل، يعني هادو انواع وكاين المشاكل، مشاكل لا ميم شوز، كاين اربعه ديال المشاكل. يعني شحال من وحده انا كتقول لي انا شنو النوع ديال البشره ديالك، كتقول لي عندي بشره حساسه، هذاك البشره ماشي حساسه، خصني نعرف شنو النوع ديال البشره ديالي، واش دهنيه ولا مختلطه ولا ناشفه ولا، وهاد نعرف ان راه عندي مشكل، يعني بشره حساسه راها بروبليم، راها مشكل، راه ماشي نوع. واخا دونك شنو هما بعض المشاكل اللي غادي نتكلموا عليها؟ كاين بيان سور التجاعيد، يعني كتكون بزاف في البشره اللي كتكون ناشفه وحتى العاديه. كاين بشره تشققات او لا الجفاف، فهذا كتكون عند البشره اللي كتكون حتى هي ناشفه بزاف. وكاين الكف ولا الهالات السوداء، وكاين حب الشباب، وهذا الحب الشباب تيكون بزاف عند الناس اللي كتكون عندهم بشره دهنيه او لا مختلطه. وهذا الحب الشباب ناتج على اش؟ اما تغيرات داخليه، يعني في الماكله كناكل لي صوص، كناكل بزاف ديال الدهون، كناكل شي امور كتسبب ليا يعني كتخرج لي دهون او الهرمونات، او لا كيكون اسباب خارجيه بحال مثلا قله نظافه، لما كنت ما كنغسلش الوجه ديالي، وحده كتجي كتناسب المايك اب ديالها، اولا وحده كتجي كتناسب الغبره، لان تخيلوا معايا الجلد راه كيحمينا من العوامل الخارجيه. دونك انا الا خرجت الزنقه تعرضت للغبره والشمس والهواء والعفو والعجاج، كنجي كندخل للدار وكنعس، تخيل معايا المسامات ديالك كيفاش غادي تولي. بيان سور كتسد، وهنا كيولي حبوب،
كتكون داك الدهون، الافرازات الدهنيه كتبقى لك لداخل، دونك مسام تغتسد واحد شويه كدير ترتق لك على شكل حبوب. دونك اللي عنده الحبوب، نظافه ثم النظافه ثم النظافه، هذه شي حاجه اللي هي اساسيه. فهنا الا بغينا نحاربوا حنا هذه المشاكل هذه، كاين بزاف ديال العوامل. كاين عوامل اللي هي داخليه واللي غادي نتكلم على البعض منها، بيسوق شرب الماء. شرب الماء كيحمينا بزاف وكيعالج لنا مشاكل ديال البشره ديالنا. دونك الماء خصنا نشربوه كفايه، يعني ضروري واحد، نقول واحد جوج يترو، جوج يترو ونص، حتى الثلاثه كاع تشرب ديال الماء، لانه مفيد ماشي غير البشره، الاعضاء الجسم ديالنا كامل، وكيحارب الشيخوخه. خصنا نعرفوا هذه الحاجه اللي هي مهمه بزاف. بيان سور كاين الرياضه، السبور حتى هي مهمه. كاين الاكل الصحي والمتوازن، لان حنا نتكلم اكثريه ديال الاسباب المشاكل ديال البشره فهي جايه لنا من الداخل. دونك كيقدر يكون مشاكل في التغذيه، اكل ما كتاكلش صحي، كتاكل بزاف ديال الليدام، كتاكل بزاف ديال الامور اللي كتسبب لك هذه المشاكل. وكذلك حتى النوم، لان الا ما كنتش نعس مزيان او لا ما كنتش يعني مرتاحه، اكيد كيسبب لي مشاكل. كتكون البشره ديالي شاحبه، او لا كيسبب مثلا مشاكل ديال البشره، كتكون يعني كيجيوها تشققات، تجاعيد ايضا، هالات سوداء. دونك راه اي حاجه كتكون يعني كتجينا من الداخل راه كتظهر لينا على البشره ديالنا، حيت الوجه ولا الجلد ديالنا هو مراه لما هو داخلي. والدليل ان ملي كيكونوا مشاكل صحيه ضروري كتخرج تبان في الوجه، بحال مثلا جاك الله يستر بوسبير، الجسم او الجلد ديالنا كيصفر. كنتي مثلا عندك مشاكل في النظران، او لا راه كيولي عندك ديتاش، كيولي عندك حبوب، كيولي عندك مشاكل في الجلد. دوك راه اي حاجه جايه لنا من الداخل، دوك حنا خصنا نعالجو الداخل ديالنا، وديك الساعه نقلبو. حيت شحال من وحده كتكون عندها مشكل خارجي، شنو داخلي اون فيت، مشكل في لابو، شنو كدير؟ كتبقى تقلب على شي حويجات اللي هما خارجيين، سير لي صافون، قلب على دي كريم، قلب على هادي، جيب هادي، وكتنسى انها تعالج داخليا. ملي تنسى شنو هي كتاخد، شنو خصها دير، شنو تعالج كعضاء عندها الداخل، لان كما قلت راه الا كان عندك شي حيط فيه لاميديتي، واخا نعيا ما نصبغ فيه. دونك راه كذلك هو مثال البشره، واخا نعيا ما نتريتي فيها على برا، غيبقى داك الشيء كيخرج ليا. دونك نتريتي الداخل وبرا، ونحافظ على ما هو داخلي. عاد كندوزو الامور اللي هي خارجيه، وكاين امور اللي هي عاديه وبازيك، وهذه خصنا نهتموا بها كاملين سواء رجال او لا نساء. اول حاجه كنديروها هو اننا نختاروا يعني لو صابون الخاص بكل نوع من البشره. ما يمكنش انا بشرتي دهنيه ونستعمل صابون البشره الدهنيه، واخا دونك خصنا نستعمل صابون اللي غينشف لي اون فيت البشره الجافه. خصني نستعمل صابون اللي غادي ينشف لي البشره ديالي. كذلك ملي كتكون عندي بشره ناشفه، ما يمكنش نستعمل ديال البشره الناشفه، خصني نستعمل الصابون اللي يخلي لي البشره ديالي ايدغاتي. دونك نختاروا، هذه حاجه مهمه بزاف. والتنظيف على حسب نوع البشره، نقدر مثلا من مره حتى لجوج في النهار. دونك سيرتو البشره الدهنيه والمختلطه كتطلب الغسيل جوج واكثر في اليوم. بالنسبه للترطيب كذلك، و ملي كنقولوا الترطيب راه الترطيب والتغذيه. وحاجه ثالثه اللي هي الحمايه، لا بروتيكسيون، نختار ايكرون مناسب للبشره ديالي. وبيان سور ليكرون راه كيدار ماشي غير مره واحده، كيتعاود كل ساعتين ثلاثه ديال السوايع. وحاجه اخرى مهمه، خصني نختار ايكرون اللي ما يكونش عالي درجه ديال الحمايه. مثلا كنمشيو كنلقاو مثلا الناس كيبداو يقلبوا على 60 50 اس بي اف، راه هذيك خطير بزاف، راه تيكون في كل مكان الاس بي اف طالع، كل ما كانت المواد الكيماويه طالعه في هذا ليكرون، فبالتالي كيسبب لنا الله يستر لو كونتخير ديالها، يعني كيقدر يسبب لنا سرطانات جلديه او مشاكل اخرى. فليكرون راه كيدار في اي وقت، ملي كيكون شي حاجه اللي هي طبيعيه مزيانه كنديروه في اي وقت. بحال دابا مثلا غادي نجلس قدام البيسي ديالي ولا قدام التليفون، خصني ندير ليكرون. غنخرج للشمس ايكرون، غنخرج للشتاء ايكرون، غنخرج للغبره وهذا ايكرون، راه ماشي بالضروره ايكرون غير في الشتاء او اون فيت غير في الشمس، راه ليكرون في اي مكان. شي وحده كتكون كطيب او لا عندها مثلا كويزينيير ولا هذا، ضروري خصها دير ليكرون قبل ما انها تقابل الفران او لا الثياب او لا، باش تحمي البشره ديالها. وسورتو كيجيو عندي بزاف ديال العيالات اللي كيكونوا كيعانيو مشكل ديال ليطاج، كتلقاها مثلا كطيب او لا كدير الحلوى او لا، وخلاص ما كديرش ليكرون ديالها ولا ما كتعتنيش بالبشره ديالها. فهنا بيان سور
حنا جبنا لكم بعض الحلول واللي اكيد غادي تستافدوا منها وغادي تفيدكم بزاف. فالحمد لله المنتوجات اللي هي كثيره بزاف، واليوم اختارينا اننا نتكلموا لكم على واحد المنتوج ولا على واحد الباقه اللي هي زوينه. قبل ما نتكلم عليها انا جو باس لا بارول لمادموزيل مريم، ان شاء الله غادي تكلمنا على بعض النباتات او لبعض لي فيتامين او لبعض الامور اللي كيخصنا نديروها للبشره ديالنا باش نحافظوا عليها ولا باش نزيدوا نخليوها اكثر قوه واكثر صحه. دونك مادموزيل مريم، السلام وي عليكم. أنيسة، عليكم السلام أنيسة شيماء، شكرا بزاف ليك على جميع المعلومات اللي عطيتهم لنا في بداية ديال التكوين. نقدم لكم نفسي بعدا قبل ما نبدا. معكم مريم أجاروني، مقاولة ومتخصصة في التغذية. ألوغ هضرت لنا الأنسة شيماء على مجموعة ديال العوامل باش نحافظوا على البشرة الصحية. هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية. ما بين العوامل الخارجية هناك تغذية، يعني تغذية البشرة. دونك حنايا غنحاول نعطيكم بعض المكونات أو بعض الفيتامينات وبعض الأعشاب اللي هي كتحافظنا على البشرة ديالنا كعامل خارجي. ما بين النبتة اللي هي مهمة بزاف اللي هي الألوي فيرا، وبالأخص الألوي باربادنسيس ميلر، وهي النبتة اللي اكتشفت في 1942 من طرف واحد العالم كيميائي ودخلها في الفارماسيوتيك لحقاش لقى عندها عندها واحد التأثير جد رائع على الحروق والطفحات الجلدية. دونك أول حاجة بدات فيها النبتة الألوفيرا بدات كأنها مدموزيل مريم، اسمحي نعم لي قاطعتك، ما كرهناش نشوفك. داكو نسيت نشوفك. داكا سي بون. مرحبا، تبارك الله. مرحبا. انا غنبدا بان هذه النبته اول حاجه بانت على اساس انها كانت كتحيد الطفحات الجلديه والحروق الجلديه. دونك نبتة الالوفيرا فيها مجموعة ديال الانزيمات مضادات الاكسدة، مضادات كتقوي المناعة بيان سيغ، 18 حمض امين تبارك الله، مضادات التهاب، فيتامينات، مطهرات الجسم من اجل التنقية والتطهير، 20 معادن من اجل التغذية، وكذلك مجدد للخلايا ديال البشرة. دونك نبتة الالوفيرا كتعتبر ما بين النباتات المغذية جدا للبشرة، حيت كتكون تبارك الله من هذا الشيء كامل، وكذلك كتكون من المضادات الالتهاب، كتخلي لنا تحسين عمليه الالتقاء ديال الالتئام ديال الجلد. يعني ممكن يكون مثل خطرت خدوش او جروح كدير لنا الالتئام ديال الجلد، وكذلك بسبب تقويه المناعه فيها مضادات البكتيريا كتعالج لنا الالتهابات الجلديه الناتجه عن حروق او لا عن طفحات جلديه او لا بافوا من كان جرح الجلد ديالنا. كذلك بسبب ديك مضادات البكتيريا كتقوم بعلاج الصدفيه والكزيمة، ومرطب ومطهر رائع للبشره. كتقوم كتحفز بانتاج الخلايا الليفيه، وهي واحد الخلايا المسؤوله عن تجدد الكولاجين، والكولاجين هو المسؤول الماده المسؤوله عن المرونه وتمدد ومرونه البشره. يعني الكولاجين كيتسمى اونتي اج او ضد الشيخوخه لحقاش كيحارب لينا لي غيد لي غيدول لي غيد اللي هما التجاعيد، ولي غيدول هذوك الخطوط الرقيقه اللي كتبان في الجلد ديالنا. كذلك كتحقق لنا واحد التوازن ديال البنيه أخت مريم. الميكرو ديالك تسد. سي بون أوكي، شيماء كنتي كتحقق داكور لنا التوازن. فوالا فوالا، كتحقق لنا في التوازن ديال الدهونيات الدهون ديال البشره ديالنا بسبب الاحماض الامينيه اللي متواجده فيها، وكذلك كتغذينا البشره بسبب تبارك الله 12 فيتامين والمعادن و75 عنصر مغذي. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على ما هناك فيتامينات اللي هي جد رائعه للبشره كالفيتامين بي 8. هذا الفيتامين كيحافظ كذلك على الجلد الطبيعي وكل الاغشيه المخاضيه ديال الجسم ديال البشره، كيحمي البشره من الاكسده الخلويه، كما انه كيعزز تجديد الخلايا وله قدره على ترطيب جد مهمه، يعني كيرطب لنا البشره ديالنا. واي نقص في الفيتامين بي 8 كيعطينا اضطرابات جلديه بحال لاكني، يعني حب الشباب، وكذلك الالتهابات ديال الجلد. بارفو كيكون عندنا ديليزو هناك الالتهابات في الجلد ديالنا بسبب حروق ديال الشمس، او لا بارفو الا عضاتنا شي بكتيريا كيوليو عندنا التهابات كثيره وكثيره. فيتامين بي 8 كيحارب الاضطرابات الجلديه. الوغ عندنا فيتامين بي 3. الاخت ممكن تدوزي الديابو.
فوالا عندنا فيتامين بي 3 اللي هو كيتسمى مضاد للشيخوخه، الفيتامين المضاد للشيخوخه، علاش؟ كيحارب لنا التجاعيد ودوك لي غيتول، وكذلك كيحارب واحد الظاهره كتسمى ديرماتيت فوتو سونسيبل، يعني هناك الناس عندهم التهاب ضد الضوء، يعني ما يمكنكوش عندهم فيتامين بي 3 في الجسم ديالهم، كيكون معرضين كذلك لبزاف ديال الالتهابات غير بسبب الاضاءه. عندنا الفيتامين بي 1 وبي 3 عندهم خصائص انها قابله للذوبان في الماء، يعني الواحد اللي انه ياكل الا كلا مثلا بزاف ديال التغذيه او خد دي كومبريمي فيهم فيتامين بي 1 وبي 9 فما كيستافدش منهم الجسم البشره عفوا، علاش؟ لحقاش كيكون قابل للذوبان، ما كيتسطوكاش في الجسم ديالنا، كيمشي نيشان عبر البول. دونك من الاحسن هاد لي جوج فيتامينات يتاخدو ككريمات باش تغذى منهم البشره مباشره تستفد منهم. عندنا الفيتامين سي، الفيتامين سي معروف عندنا بأنه كيعطينا الطاقة وكيعطينا هذا، كذلك رائع بالنسبة للبشرة، كيعطي واحد النضارة للبشرة، واحد اللمعان، واحد ليكلا، وكذلك كيحافظنا على البشرة اللي كتكون أكثر عرضة للتلوث، بحال الناس اللي كيخدموا في المعامل، يعني كيكونوا أكثر عرضة للتلوث داك الدخان وهذا، دونك هي كتحافظ على لاتانت ديالهم، يعني على الصبغة ديالهم. وبالنسبة للناس اللي كيدخنوا بزاف، يعني كتلاحظوا بأن البشرة ديالهم كتبدل اللون ديالها، ما كيبقاش داك ليكلا، كيولوا بحال زرقين شي شوية. الفيتامين سي كيحافظ لهم على اللون ديال البشرة ديالهم، وبيان سور هو كيتعتبر اونتي تاش، يعني كيحيد كاع البقع السوداء اللي كيكونوا والهالات السوداء لي سيغن، كيحيد لي سيغن، كيحفز انتاج ديال الكولاجين اللي كتعتبر بيان سور هو اكثر حاجه كتخلينا المرونه ديال الجلد ديالنا، وكذلك كيحافظ على النسيج ديال الجلد. عندنا البروتين ماس اللبن، هذا البروتين ماس اللبن اللي كيجينا هو داك ملي كنريبو الحليب كيكون واحد الطبقة ديال الماء، يعني كيتنزل الجبن ملي كيتقسم داك الحليب، دونك هذاك الماء هو مصل ديال اللبن، كيتكون تبارك الله من الفريكتوز، من البروتيين، ومن كثير من الأملاح المعدنية، وفي واحد المادة اللي كتسمى جلوبولين، هي مضادات أجسام ومنبهات للجهاز المناعي، يعني كتحفظ لنا البشرة ديالنا من جميع الالتهابات أو لا أي بكتيريا تقدر تطيح لنا الجسم ديالنا، يعني تعتبر سوان دو لابو، يعني علاج للبشرة. وبطبيعة الحال كيهبط لينا المستوى ديال العيوب ديال البشرة ديالنا، يعني من بيناتهم ليطاش لي غيد، وكينظف دوك الشوائب اللي كتراكم لنا في المسام ديال البشرة ديالنا، وكيحفز على الانتاج بطبيعة الحال ديال الكولاجين اللي كيكون تحت الطبقة تحت الجلد، وكيجدد الخلايا ديال البشرة، وكيحارب السيلوليت، وكذلك كيمنع البشرة نظرة، كيعطيها واحد الإشراقة وواحد النظرة كيولي تتولي فيها ليكلا بزاف. وهو غني كذلك بمجموعة من المعادن بيناتهم الكالسيوم والزنك والبوتاسيوم وبيان سور لي بروتيين. عندنا خلايا الخميرة، خلايا الخميرة غنية كذلك من فيتامين بي اللي كنا ديجا هضرنا عليه في الأول، يعني لي بي جوج بي ويت بي تخوا بي ناف، يعني كاع الخلايا ديال الفيتامينات بي، في كذلك املاح معدنيه، هو كي كونتر ضد دوك الدماميل، الدماميل هما داك الحبوب اللي كيكون مقيح اللي كينوض لينا باغفوا في وجهنا او لكن كينوض في لوكور ديالنا، دونك هو علاج رائع لدوك الحبوب اللي كيكونوا مقيحين، وكينظم لينا الدهون بالنسبه للناس اللي عندهم البشره دهنيه وكيكون دهون بزاف، الخلايا الخميره كدير لنا واحد التوازن في الدهون ديال البشرة ديالنا. عندنا الكولاجين ديال السمك، الكولاجين ديال السمك شنو هو بدل الكولاجين؟ الكولاجين هو أهم بروتين كيتواجد في البشرة أو في الجسم الإنسان، غير هو مع تقدم في السن ما كيبقاش كيتم الإنتاج ديالو، دونك كتهبط الإنتاج ديالو مع تقدم السن، ماشي اللي كيخلي ديك المرونة ديال الألياف ديال الجلد ما كتبقاش كتهرس، فما كتبقى كيعطي داك التجاعيد وما ودوك الخطوط الرقيقة اللي كيتسموه دي غيجول. دونك هاد الكولاجين ديال السمك
كيدير الاستخلاص ديالو بالضبط من العظام والقشره ديال السمك ودوك الغضاريف ديالها والجلد ديال السمك ديالها. دونك ما بين اهم الادوار هو تجديد الخلايا او تجديد الكولاجين، وكيكون كيكون بترطيب البشره والنعومه ديالها، كيحمي كذلك البشره من الجفاف والتقشف. وعندنا واحد لوديو ديال الفيتامين سي مع الكولاجين، هاد الثنائي هذا كيعطي واحد ليفي زوين، واحد تري تري بوزيتيف ايجابي على البشره ديال الانسان، ديال بيان سو ديال الانسان، البشره ديالو كتولي مغذيه اكثر، كتولي عندها انتاج الكولاجين اكثر، ملي كيكون واحد التناسق ما بين فيتامين سي والكولاجين. عندنا سيراميد القمح، سيراميد القمح هو عباره عن فئه من الاحماض الدهنيه اللي كتواجد بشكل طبيعي في الجلد الانسان بنسبه 50% من الطبقه الخارجيه بطبيعه الحال، كيعزز الوظائف الخلايا، يعني ديك الخلايا اللي كتكون تقريبا مابقاش خدامه ميته كيعاود يعزز الوظيفه ديالها كتبقى تخدم، كيمنع الجفاف ديال البشره. بالنسبه للناس اللي عندهم بشره جافه، سيراميد القمح كيحيد داك الجفاف ديال البشره، كيحمي البشره كذلك من الاضرار ديال البيئه كما قلت لك، يعني ديك الشمس او التلوث او الناس اللي كيخدموا في مصانع، دونك كيحارب كيحمي البشره وكيحافظ بيان سو على الرطوبه ديالها، وكيمنع ظهور التجاعيد والخطوط دوك لي غيدول. عندنا مستخلصات ديال الفواكه، كاين مستخلص الرمان، مستخلص الرمان فيه لي زونتي اوكسيدو او ضد الاكسده، وهذا من احد الدفاع من اهم الدفاعات ديال الخلايا ضد الشيكوكا، كيحافظ على البشره من ضغوطات البيئه كذلك، وكيقوي وكيحتوي على الفيتامين سي، وكيعاون على الليكلا او توهج ديال البشره، كيحمي من اشعه الشمس ومن الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وذلك عن طريق واحد المادة فيه كتسمى أسيد بونيك. هذه المادة هي اللي كتوحد لون البشرة باش ما كت... وكتحافظ على الميلانين. عندنا كذلك التوت البري، كيعتبر من لي فخويوج، فيه مجموعة من غني بالألياف، السكريات، الكربوهيدرات، جميع المعادن، وكذلك انواع الفيتامين، فيتامين ا، فيتامين بي 2، بي 3، بي فيتامين سي، فيتامين ا، والفيتامين كا، والاسيد الفوليك اللي كيتسمى الفيتامين بي 9، وكذلك الفيتامين سي، كيقوم بتحفيز الانسجه وانتاج الكولاجين، وكيعمل كذلك على التئام الجروح، يعني كيكون لابو ديالنا فيها شي جرحه ولا شي حاجه، التوت البري كيجمع ديك الجرحه ما كتبقاش، لحقاش كيدير انتاج ديال خلايا جديده. وهناك عاوتاني كيف عنده واحد الميزه كذلك، وهو كيحارب واحد الانزيمات، هاد الانزيمات اش كدير، كتهرس دوك الكولاجين اللي كيتواجد في الجسم، يعني ديجا حنايا ما كنبقاو غادي كنكبروا ما كتبقاش انتاج ديال ماده الكولاجين، وبواسطه واحد المجموعه ديال الانزيمات هذاك الشيء اللي كيكون كيتهرس، دونك كيكون عندنا ديجا مونك في الكولاجين. دونك التوت البري كيعطينا كيحفز لنا على انتاج الكولاجين، بلوس انه كيبلوكي او اللي كيحبس العمل ديال دوك الانزيمات، وكيحمي بطبيعه الحال البشره من الاشعه ما فوق البنفسجيه، واللي كيحسن من انتاج الكولاجين. عندنا مستخلص البطيخ، وبالضبط البطيخ الفرنسي، هذا البطيخ الفرنسي كتكون من فيتامين بي 1 و بي 6، الالياف، فيتامين سي، فيتامين ا، و البيتا كوراتين، وكيقلل من الالتهابات الجلديه، وكذلك في ماده سميتها الكولين، هي اللي كتحيد لنا كاع دوك كما الالتهابات والجروح، وكيرطب لنا البشره بسبب الفيتامين ا اللي هو عامر بي، وكيمنع وكيحبس لنا جفاف البشره، وفيهم وفي لي زونتي اوكسيدو ضد الاكسده اللي كيساعد عاوتاني على تقليل علامات الشيخوخه، والبشره وكيحافظ لنا على البشره ديالنا وعلى الالاستيسيتي ديالها، وكيحيد لنا لي غيد اي لي غيدول، وكيحمي كذلك من التلف الجلد، كاين بافا لي الجلد ديالنا كيتقشر بزاف سيرتو اللي كيتعرض لاشعه الشمس بزاف. دونك مستخلص البطيخ الفرنسي كيعاوننا في كيعاون بادون كيعاود البشره باش انا كيدير الترميم ديال الجلد ديالك. كاين مستخلص جوز الهند، فيه كيقوم بتنظيف البشره بواسطه الفيتامين كا،
وكذلك كيحرمنا حب الشباب بسبب لي زونتي باكتيري اللي فيه، يعني كوم بحال في دي زون لي زونتيبيوتيك، مضادات الاجسام اللي كتخفف من التهابات البشره وكيحميها من اي ميكروب جافي، وكذلك اونتي انفلاماتوار يعني اي التهاب جا البشره كيحميها، مستخلص جوز الهند، وذلك بسبب لي زونتي باكتيري لي زونتي انفلاماتوار اللي عامر بهم، وكيكون كذلك الاغشيه الظهريه ومكافح بيان سور كاع انواع الميكروبات اللي تقدر تجي للبشره ديالنا. عندنا مستخلص التفاح، ومستخلص التفاح هو نبته اللي هي غنيه 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 جدا بالكولاجين، وكتحاول انك كتعاون على تفتيح البشره وجعلها مشرقه، فيها الياف دونك كتعاون البشره كتخويها من الشوائب اللي يقدروا يكونوا فيها، كدير توازن ديال الزيوت البشري بالنسبه للناس اللي عندهم بشره دهنيه، كتمنع ظهور علامات الشيخوخه، فيها كذلك في كذلك مضادات اجسام واللي كتحافظ على البشره من الاشعه ما فوق البنفسجيه، وفي نسبة منخفضة، فيها واحد النسبة ديال الفيتامين أ، وكتسمى غيتينويد، هاد لا غيتينويد كتحمي البشرة من الكونسا من سرطان الجلد، وكتحفز كذلك تجديد الخلايا البشرة اللي كيتم الاستبدال ديالها فيما بعد. دونك هاد المستخلصات كاملين أو هاد الفيتامينات كاملين والبروتينات وكلهم مهمين لتغذية البشرة ديالنا، دونك خاصنا نغذيو البشرة ديالنا هي الأولى، بحالها بحال كاع الخلايا اللي عندنا بحال كاع لي زوغان ديالنا. وهناك واحد المنتوج اللي هو رائع اللي غتهضر عليه الأنسة شيماء الزماري، اللي كيتكون تقريبا من كاع هاد العناصر اللي هضرت عليهم دابا أكيد للأنسة أكيد. شيماء. شكرا ليك أخت مريم، تبارك الله عليك، استفدت معك بزاف فعلا فعلا. هذا الشيء كامل اللي تكلمنا عليه صعيب أننا نلقاوه يعني مجموع في حاجة واحدة، أو لا نلقاوه يعني ناخذوه شاك جوغ، أو نقدروا أننا نستعملوه للبشرة ديالنا أو لا. فكاين اللي كيقول مثلا انا كندير الحوايج الطبيعيين، الرمان مع الحامض مع هادي غندير هادي غندير، يا سي فغي وي مزيان، ولكن كثره الخلطات كنسميو احنا الطبيعيه والبلديه كتضرب البشره ديالنا وكتخليها انها تكون بشره حساسه وفيها مشاكل. وانا هذا الشيء هذا هو اللي خرج عليا واحد لا بيريود اللي كنت كنتبع الخلطات الطبيعيه، كنت كنقول انا ما كندير والو لوجهي، غندير غير داك الشيء اللي كي مهم بلا ما نذكره شنو كيدار. وهذا الشيء كان مع الوقت بدا كيسبب لي مشاكل، الحبوب لي طاش ديال الحبوب وغيرها، ولات عندي لابو فريمون سونسيبل يعني بشره حساسه بزاف. ولهذا فكنصحكم انكم تحاولوا تيفيتيو تجنبوا تماما هذا الشيء اللي كيدار، هذه الخلطات الطبيعيه. فأخت مريم دونك باش نلقاو هادشي كامل اللي شفناه، يعني لا الويفيرا لي فيتامين كاملين او لا الكولاجين او لا المستخلصات ديال الفواكه ولا غيرها، ف فوريفر جمعتهم لنا في جام وحده اللي هي هذه لا جام انفينيت. انا شخصيا كنحماق عليها وكتعجبني بزاف، وكنستعملها يعني في الايامات الاولى اللي يلاه بديتها، استعملتها 3 شهور متابعة، من بعد وليت كنديرها شهر 3 شهور ولا شهرين، لا عاود كنعاود نديرها. علاش؟ باش كنتهلا شباب ديال البشرة ديالي. تخيلوا معايا هاد لاكام هادي، انا غنتكلم على شنو المكونات ديالها، يعني كل حاجة تما غادي تعرفوها شنو هي وكيفاش كتستعمل وتكتشفوا معانا. كاين اول حاجة اللي هو كريم او لا منظف للبشرة. الو هذا المنظف للبشره هو ماشي بحال كاع المنظفات، هو على شكل ماشي صابون ولكن على شكل كريم، كيكون بحال هكا هاد لو تيوب هذا. الطريقه كيفاش كيتحل هاد لو برودوي طريقه اللي هي علميه جدا، دونك هكا كدور بحال هكا، ومني كتبغي راه كيخرج، ومني كتبغي تسدو كتسدو بحال هكا، دونك ما كيتحلش ما كيتحلش. هذه طريقه فريمون واحد لاكام اللي داروها بواحد الطريقه علميه جدا وهائله بزاف. دونك لو طون اللي كدير كتحلها كتبرك بيان سور، كيخرج لا كريم وكتعاود تسدها بحال هكا، ما كيدخل لها لا ريح ولا ما كتقيسهاش حتى اليد. الوغ هذا الصابون هذا هو صابون اولا
البشره اللي كتكون، انا شخصيا بشرتي مختلطه وكنديرو، كيعجبني بزاف سورتو في لا بيريود ديال البرد، دونك كيصلح اكثر لا غام انفينيت للناس اللي كيكون عندهم البشره نورمال او لا ناشفه ولا مختلطه، يديروها في الفتره ديال البرد. الو هذا الصابون هذا هو على شكل كريم او لا ديماكيو، ما كيدارش على الوجه الفازك، دونك تديرو على وجهك اللي تيكون ناشف كتغسل الوجه ديالك مزيان بحال كتكومي ولا كتحكو، عاد من بعد كتغسلو بالماء، دونك كيكون على الوجه ناشف. اللي كيكون مثلا داير الميك اب ولا، فهو اولا كيديماكيي، يمكن لك ديماكيي بيه، ولا كان وجهك ما فيه حتى شي حاجه راه كديرو ومن بعد كتغسل الوجه ديالك. هاد الصابون الجميل فيه هو ان اي حاجه غادي نتكلم عليها فحاجه كتكمل حاجه، دونك ما يمكنش انا نستعمل الكريم بلا ما نستعمل الصابون، ما يمكنش نستعمل السيروم بلا ما نستعمل الصابون، دونك شي حاجه اللي هي اساسيه. الصابون هذا اول حاجه كيديرها هو انه كينظف لي البشره ديالي من العمق. حاجه اخرى كيحتوي على بزاف ديال المكونات اللي تكلمت عليهم الاخت مريم، والدور ديالهم شنو هو، هو انه كيوحد لي اللون ديال البشره ديالي وكيدغاتي، يعني كيرطب لي البشره ولو انه منظف، دونك كيرطبها باش كتغسل به وكتمسح الوجه ديالك، ما كتحسش بان وجهك ناشف لانه كيكون مرطب بزاف ومغذي. حاجه اخرى فهو كيحارب ليا المسامات، ملي كتكون المسامات محلوله دونك مزيان زويل بزاف كيسد المسامات، وايضا كيحيد لك الزيوت اللي كتكون عندي في البشره ديالي. دونك الناس اللي كيكون عندهم البشره دهنيه بزاف دونك يمكن انه يستعمله لانه كيتحيد ليا الزيوت. فاللي مهم فيه هو انه الريحه ديالو طبيعيه، هو الريحه ديال هذاك كاع هذوك المكونات اللي تكلمنا عليهم، فيه الرمان، فيه بعض الزهور، مستخلصات الفواكه، مهم بزاف. حاجه ثانيه كاين المنتوج الثاني اللي هو سيروم. الوغ هذا السيروم هو هذا كيتحل هكا وكيخرج من هنا بيان سور، حتى هو قاد مصاوب بطريقه علميه، لا جام كتشهي فريمون كتشوفها، هو من لي اوت جام. الوغ هذا السيروم هذا الجميل الجميل واللي زوين فيه هو انه فيه زيوت، يعني فيه زيوت ولكن ما كتزيدش الوجه، يعني حتى الناس اللي كيكون عندهم بشره دهنيه فاش كديروا ما كتحسش بان وجهك ميدم او لا مقبص، بالعكس لانه كيتابسوربا بالزربه، كيدخل لنا البشره بواحد السرعه اللي هي كبيره. حاجه اخرى مهمه في هذا السيروم هو انه فيه صوديوم اللي كيحافظ لنا، صوديوم طبيعي واللي كيحافظ لنا على التوازن ديال البشره، يعني لي زيميلسيون اللي كنسميهم حنا الماء والزيت، واخا دونك تتحافظ على الزيوت الطبيعي اللي خصها تكون في البشره وكتحافظ على الماء اللي خصو يكون في البشره، فبالتالي كتحارب لنا الجفاف وكتحارب لنا ان البشره تكون عندنا مزيته ولا مظهر ماشي زوين. حاجه اخرى هو انها كتحارب التجاعيد والخطوط الرقيقه اللي كتكون عندنا في البشره ديالنا، دونك هاد السيروم مهم بزاف كيدار بعد لو صابون، يعني ملي كنغسل الوجه ديالي وكنمسح الوجه ديالي كندير سيروم مباشره من موراه، يعني غير تخيلوا معايا غير جوج ثلاثه القطرات كافيين انني ندوزهم على الوجه ديالي كامل، راه ماشي بالضروره الكثره، ما خصنيش نكثر لان هاد الشيء هذا هو مركز، فهمتوني يعني كونسونتري بزاف. حاجة أخرى اللي زوينة بزاف هو أن هاد كما دائما قلتها، فهاد الشيء خالي من العطور، يعني أي ريحة كتشموها فيه ولا أي حاجة كتشموها فيه هو ريحة اللي ناتجة على المكونات اللي كاينة في هاد لو برودوي هذا. حاجة أخرى نتكلم عليها هو الكريم، كريم كريمة ياك. ألوغ هاد الكريم هذا حتى هو الريحة ديالو زوينة، طريقة الاستعمال ديالو فكيتحل كتكون واحد اللعيبه هنا كنبرك عليها هكا كيخرج ليا البرودوي من لهنا، دونك ما كنضطروش ان نحلوها ولا، زوين بزاف هائل. هاد لاكريم شنو كدير؟ كتصلح لينا البشره، يعني كنقول اصلاح او الترميم، وانها كدير اعاده اصلاح ديال البشره، يعني الناس اللي كتكون عندهم بشره متضرره او لا بشره عندها مشاكل بحال ليطاش، تصلح المشاكل ديال ليطاش، بحال الكلف تتقادو، بحال مشاكل ديطاش ديال الحبوب تتعالجهم، ايضا خطيره بالنسبه للتجاعيد، يعني كتجبد ليا الوجه ديالي بواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف. وواحد الحاجه اللي زوينه واللي اكتشفناها في هاد لاكام هادي هو انها كتعمر الوجه،
يعني الناس اللي تيكون عندهم الوجه أرق ضعيف أو لا دي بارتي داخلين وأضعافين أو لا، فلا قام كتعمر الوجه لأنها كدير بحال الشكل ولا مفعول ديال بوتوكس البشرة. دونك هنا ناس بيان سور دابا كلشي باغي صغار، كلشي باغي البشرة ديالو تكون شابة، كلشي باغي يرجع للشباب ديال البشرة ديالو، فكنصحهم بهاد لا قام، لأن من بين الأمور اللي كديرها هو أنها كترجع لنا الشباب البشرة، كتعمر لنا الوجه. ملي كنقول انها كتعمر، كنصدق انها كتهرس كتقادر لنا ذوك الخطوط الرقيقه اللي كتكون ولا ذوك التجاعيد اللي كتكون دونك، وكتشد الوجه يعني كتجبد لنا الوجه، فهذا مثابه بوتوكس بلا ما نبقى نمشي نخسر على البوتوكس والفيلر ولا. فندير الباقه ديال انفينيت فكدير المفعول ديالها، لان فريمون كتجبد لنا الوجه بواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف. كاين المنتوج الاخر والاخير هو المكمل الغذائي. هاد الكومبليمون اليمونتير اول حاجه غني بمجموعه من الفيتامينات اللي تكلمت عليهم الاخت مريم. فيه ايضا البطيخ الفرنسي. علاش بالضبط البطيخ الفرنسي؟ لانه البطيخ الفرنسي ما كيخمش ما كيخسرش بالزربه، كيصبر بزاف، وفيه واحد المستخلصات ديال بيبتيدات ديال القمح وديال الالبان. ملي كنقول انا القمح، فالناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال غالبا حنا عندنا حق اننا نستعملوا هاد المنتوج، لانه ربما ملي كنهضروا على البشره كنهضروا على البشره ديال المراه ديال النساء، ولهذا حنا عندنا بشره مكان و حنا خصنا نهتموا بها قبل لا نستعملوا الماء ميشان، ولهذا يعني راه البشره ديال الراجل راه بحال البشره ديال المراه، عا هو البشره ديال الراجل كتكون نورمالمون في المناعه ديالها، المناعه يعني المناعه ديالها شويه مرتفعه على البشره ديال الانسان. علاش؟ لان الراجل اغلبيه ديال الناس كيكبروا في الخدمه وهذه، ولكن ما كتتاذاش بحال اللي كتتاذى البشره ديال الناس. ولكن هذا ما كيعنيش انه البشره ديالنا ما خصناش نهتموا بها، حنا بالطبيعه خاصنا نهتموا بها. داكوغ؟ اذا لا كام اللي تكلمت عليها مدموز الشعلاء كذلك عند مريم، قبل ما نستعملها حتى انا، انا لا كام يعني كامل انا كذا. فوالا داكوغ اللي كنبغيو نهضرو على بالك واش كتسمعوني مزيان؟ كتسمعوني مزيان؟ داكوغ سمحوا لي كاع كنهضر وما شفتش ما شفتش ان ليكرون خرجات، ديزولي مشكلة لا كونيكسيون. دونك كتسمعوني مزيان دابا؟ الو سمحوا لي مشكل عطب تقني. الو هذا الكومبليمون اليمونتير كما قلت فعنده منافع ليا كثيره بزاف في الشعر والوجه، ايضا الاظافر، وفيه مضادات الاكسده. وكما تكلمت قبيله واخا فيه القمح ولا فيه الالبان، القمح سورتو فهو ديجا ما فيش الجلوتين، يعني الناس اللي كيعانيو من حساسيه الجلوتين فيمكن لهم انه ياخذوه، ما كاين حتى شي ادنى مشكل. الو هنا غادي نشوفوا، ها هي لا غام كامله كتكون من صابون سيروم لا كريم ايدراتونت والمكمل الغذائي، هي غام متكامله. اللي يبغي يستعملها فلا داعي انه يستعمل صابون اخر او لا شي حاجه اخرى، فقط هذه ويزيد فيها ليكرو
داكوغ مهم بزاف، لا بروتيكسيون مهمه في اي بلاصه وفي اي مكان كما قلت، وفي اي حاجه غادي نستعملها ضروري خص ندير الحمايه للبشره ديالي، انني انا كنغسلها كنغديها يعني كنعطيها داكشي اللي كتحتاج، ولكن ضروري خصني نحميها. هذه شي حاجه اللي هي من المفروض انها خصها تكون. فلاقام كامله اكيد كتخدم على انها كتعالج لنا مشاكل ديال البشره، ايضا انها كتجدد لنا خلايا البشره، فبالتالي كتقلل لنا من التجاعيد سواء كما قلنا الخطوط الداخليه ولا الخارجيه للجسم ديالنا، وكتعاون على انتاج الكولاجين الطبيعي للبشره. دونك كتعاون البشره ديالنا انها تولي تنتج الكولاجين، وايضا كتعاونها على انها ترفع المناعه ديال الجلد ديالنا. فهاد الشيء اللي بغينا فريمون تهلاو في البشره ديالنا، تخيلوا معايا هاد المكونات كاملين كاينين في هاد لاغام هادي اللي كما كتشوفوهم واللي ديجا تكلمات عليهم الاخت مريم، كلهم كاينين هنا. باش نجمعهم كما قلت قبل صعيب بزاف، فها هي كاينه لاغام اللي هي كامله مكموله، يمكننا اننا نستعملوها، ونقدر ان شاء الله من بعد ندير لكم واحد لا فيديو توصلوا به اللي غتكون على الطريقه كيفاش كتعمل، ولو انني ذكرتها من نقدر ان شاء الله نعاود لكم واحد لا فيديو تشوفوه صوت وصوره كيفاش كتستعمل هاد لاغام هادي ان شاء الله. ما ماشي بزاف غدا ولا بعدو ان شاء الله نحاول انني نحطو لكم، غتوصلوا به عن طريق لي ماناجر ديالكم، كل بيان سور كل شخص اولا كل انفيتي هنايا يحاول انه يتكلم مع الشخص اللي عرضو، وغادي يقدر انه يتوصل بلا فيديو. هنا غنكون ساليت العرض ديالي، دونك شكرا لكم، و نكونوا فدناكم لانا للاخت مريم. اكيد الحمد لله فاحنا كنديروا بزاف ديال العروض اللي كتكون عن طريق هكا دي فورماسيون على المنتوجات، سواء منتوجات ديال الصحه داخليا او لا منتوجات ديال الخارجيه ديال التجميل او لا حتى العنايه الشخصيه. وان شاء الله غتكون واحد العرض اللي غيكون زوين نهار اثنين، اللي مهتم انه يتعرف على باقه اخرى او منتوجات اخرى غيكون عن طريق واحد المقاوله اخرى ان شاء الله، او مقاول اللي غتكون يوم الاثنين على الساعه 10 ليلا، نكونوا حاضرين كاملين، واللي يبغى يكون حاضر معنا يطلب الرابط من الشخص اللي عرضه. وهنا غنكون سالينا بيان سور، غادي نفتح واحد الخمسه ديال الدقائق للاسئله، اللي عنده شي سؤال ولا اللي عنده اي مداخله ولا للاخت مريم بغات تزيد شي حاجه ولا عندها شي انترفونسيون فتفضلوا مرحبا. دونك خمسه دقائق ديال الاسئله، اللي عنده شي حاجه مرحبا. سيونس غادي يجيري غيجيري ليما اليدين اللي غيتهزو. كلشي واضح؟ اذا ما تهزات حتى شي حاجه، تبارك الله عليكم. واحد السؤال مادموزيل شيماء. وي. اول حاجه شكرا مادموزيل شيماء، شكرا انسه كذلك مريم، تحفتونا اليوم صراحه. وفعلا انا بدوري ولو انني الحمد لله يعني تقريبا اكثر من 11 سنه في هذا الميدان، والمنتوجات ديال المكملات الغذائيه وكذلك لي برودوي كوزميتيك اون جينيرال مع الباك انفينيت انا كنستعملو بدوري. كيبقى واحد السؤال، لانه معنا تبارك الله الرجال حاضر معنا لهذا العرض هذا، كنلقى في الغالبيه الاحيان الرجال ما كيهتموش بالبشره ديالهم، ما عرفتش واش كيف ما قلت قبيله واش حماه حنا ما عندناش جلده داكوغ، ولا حيت ربما لا بروغراماسيون البرمجه ديالنا تربينا على اننا بالجلد ما صافي غسل بالصابون واي صابون وصافي وصارت معنا. وي هذه نقطه مهمه وانا شرت ليها في الاول، لان كنا عندنا جلد وكنا خصنا نهتموا به، لان علاش انا نقول لكم علاش، هو عندهم الحق يعني كاينين بعض الرجال اللي ما كيبغيوش انهم يستعملوا منتوجات ديال التجميل خارجيه، وهذه حاجه اللي نقدر نقول لكم اوكي عندكم الحق، ولكن في حاله واحده ملي كيكونوا منتوجات اللي ماشي طبيعيه واللي كتكون باينه على الجلد ديالنا، كيف منين كنحط المنتوج على البشره ديالي كنلقى بانه مثلا الوجه ديالي بيض او لم باين اني داير شي حاجه، سورتو حتى لي فام هذا الشيء كيوقع حتى للعيالات، فبالتالي الرجال ملي كيشوفوا هذا الشيء هذا في العيالات كيقولوا انا غندير هذا الشيء غيولي بحاله، يعني بحال كيسميوه بانه لا راه هذا الشيء كيديروه غير لي فام لانه ما يمكنش يبان له على الوجه ديالو، ولكن لا
الجميل مع المنتوجات ديالنا انهم كيديروهم رجال وعيالات، لانهم طبيعيين وما كيبانوش على البشره ديالنا. لو طون اللي كتابلي، كنعطيكم غير مثال، ما عرفتش غنحاول نفضو فوالا، ما عرفتش غادي يبان ليكم فاش كتابليكي. ها هو لو برودوي مثلا، كتابليكي على، كيبان يدي مزيان، كتابليكي مثلا على اليد، شنو كيبقى؟ شوف فوالا، حل ما كاين والو. شوف كيعطي واحد لابريونس، كيبين لك فريمون الفرق ما بين هاد اليد وهاد اليد، ولكن راه ما كيبانش يعني نهائيا. ما نخافش انني غيبان ليا على البشره ديالي، ولا انني غادي غيشوفني شي حد غيعرفني اني داير شي حاجه، ولا بالعكس. وخاصة تكون عندنا هاد الثقافه ديال اننا نديرو، نغسلو الوجه ديالنا، نديرو لي كريم، الا او موا اننا ندير لي كرون، ندير لا بروتيكسيون، حيت الرجال راه كيعانيو من مشاكل البشره. كنشوف بزاف ديال الرجال اللي كيجيو عندهم مشاكل الحبوب او لا الكلف، او لا حتى هما عندهم دي طاش في الوجه ديالهم. دونك هذه مساله مهمه، واللي ما عندوش الثقافه انستاليها، لان هو يجرب لي برودوي ديالنا وغيلاحظ الفرق. انا كنا متاكده بانه ما غاديش يبان. ومعانا هنا رجال اللي كيستعملوا المنتوجات ديال فوريفر، ما كرهتش اللي كيستعمل المنتوجات ديال فوريفر يزيدو غير فوف لي بارتيسيپو. الرجال ما كنهضرش على العيالات، لي زوم يهزو يديهم اللي كيستعمل المنتوجات. فوالا، تري بيان، تبارك الله عليكم. سي سعيد، سي حسام، سي كريم، سي محمد الحمومي، تبارك الله عليكم. سي يونس، اكيد سي يونس الحمومي، سي اسامه، برافو. سي عبد الرحمن، تبارك الله عليكم، برافو. دونك وانا متاكده راه كاينين بزاف ديال المقاولين معنا، ولا ديك اليوم معنا رجال راه كنشوفهم ولكن ما زوش يديهم، ما عرفتش واش كيسمعونا ولا